وسلم: إن ربي أسرى بي البارحة من المسجد الحرام من هنا إلى بيت المقدس، ورجعت لكم قبل الفجر، فقالوا صف لنا بيت المقدس، فرفع لي بيت المقدس فأخذت أصفه وصفا دقيقا، فلم يستطيعوا أن يكذبوا ذلك، ومضى بعضهم إلى أبي بكر وقالوا له: زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في الليلة نفسها، فقال لهم: والله لئن قال ذلك لقد صدق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أحباب رسول الله، سوف نتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج، وهي رحلة عظيمة حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، قد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحطيم، فأقبل إليه سيدنا جبريل ومعه دابة اسمها البراق، دابة في لونها الأبيض، دابة من الجنة تضع قدمها عند آخر قرفها من شدة سرعتها، ثم أمر النبي أن يركب على البراق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به سيدنا جبريل إلى بيت المقدس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق في حائط هناك، ثم صور الله للنبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء الحقيقية، والروح علمها عند الله تعالى، فصلى النبي بالأنبياء جميعا، ثم عرج به إلى السماء، فاستفتح سيدنا جبريل فقيل: من؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد. قيل: أوقد أوحي إليه؟ فقال جبريل: نعم. ففتحت له السماء الأولى، فدخل صلى الله عليه وسلم فإذا بآدم عليه السلام، فسلم عليه النبي فقال: آدم، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فدخل النبي فإذا بابن الخالة عيسى ابن مريم ويحيى عليهما السلام، فسلم النبي عليهما فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح سيدنا جبريل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بيوسف عليه السلام، فسلم عليه النبي فقال: يوسف، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فدخل النبي فإذا بإدريس عليه السلام، فسلم عليه النبي فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح.
ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فإذا بهارون عليه السلام فسلم عليه النبي فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فإذا بموسى عليه السلام فسلم عليه النبي فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاوزه صاعدا فبكى موسى، فقيل له: ما يبكيك يا موسى؟ فقال: غلام يأتي من بعد ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. ثم صعد النبي إلى السماء السابعة، فدخل النبي فإذا بإبراهيم عليه السلام وهو أشبه الناس وجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه النبي فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق هذا البحر العرش، ولا يعرف قدر العرش إلا الله. وفوق هذا العرش رب العالمين، وفي هذا العلو فرضت الصلاة، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. فأطاع النبي ونزل، فمر بموسى فقال: كم فرض عليك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فنظر النبي إلى سيدنا جبريل كمشاور له فوافقه، فصعد النبي إلى رب العزة. فمن رحمة الله بنا أن وضع 10 فصارت 40 صلاة. فمر بموسى قال: كم فرض عليك ربك؟ فقال النبي: 40 صلاة في اليوم والليلة. فقال: ارجع إلى ربك. فرجع النبي إلى رب العزة فوضع عنه 10 فصارت 30. فمر بموسى فقال له مثل ذلك، فرجع إلى الله فوضع عنه 10 فصارت 20. فمر بموسى فقال له مثل ذلك، فرجع إلى الله فوضع عنه 10 فصارت 10. ثم مر بموسى فقال له مثل ذلك، فرجع إلى الله فوضع عنه 5 فصارت 5 في اليوم والليلة. فمر النبي بموسى قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 5 في اليوم والليلة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد راجعت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحق تبارك وتعالى، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يقول النبي:
النبي، ثم رفعت لي سدرة المنتهى، وإذا بنبطها أي ثمارها كقلال حجر، وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وقيل لي هذه سدرة المنتهى. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا بأربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقال النبي: ما هذان؟ فقال جبريل: أما الظاهران فهما نهران في الجنة، وهما النيل والفرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمور، وهو بيت معظم مقدس في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون فيه، ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى. يقول النبي: ثم أوتيت بإناء فيه خمر، وإناء فيه عسل، وإناء فيه لبن، أي إناء للفاسدين وهو الخمر، وإناء للمتنعمين وهو العسل، وإناء لأصحاب الفطرة وهو اللبن. فقيل: اشرب. فنظر النبي إلى هذه الآنية الثلاث، ولم تكن الخمر قد حرمت، فاختار النبي اللبن وشرب من اللبن. فقيل له: هديت إلى الفطرة وهديت أمتك. ثم هبط النبي إلى الأرض وأكمل نومه في فراشه. فلما أصبح النبي جلس في ناحية عند البيت متفكرا، فمر به أبو جهل فقال له: بما تفكر؟ فقال النبي: إن ربي أسرى بي البارحة من هنا إلى بيت المقدس، وعدت لكم في نفس الليلة. فقال أبو جهل: ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في الليلة نفسها؟ فقال النبي: نعم. ففرح أبو جهل بهذا الخبر ليستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي: أرأيت إن جمعت لك الناس أتقول لهم ذلك؟ فقال النبي: نعم. فجمعهم أبو جهل وقال للنبي: قل لهم مثل الذي قلته لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربي أسرى بي البارحة من المسجد الحرام من هنا إلى بيت المقدس، ورجعت لكم قبل الفجر. فأخذوا يضحكون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: صف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أنه لم يذهب إلى هناك، فإن وصفه فقد صدق. يقول النبي: فأخذت أصف لهم ما رأيت، حتى التبس علي بعض شأنه، فرفع علي بيت المقدس، فأخذت أصفه وصفا دقيقا، فلم يستطيعوا أن يكذبوا ذلك. ومضى بعضهم إلى أبي بكر وقالوا له: زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في الليلة
لهم لقد صدقته في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض والله لئن قال ذلك لقد صدق. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات تتلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر الله أدب نبينا فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذكر أدب نبينا فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. أحباب رسول الله هذه هي معجزة الإسراء والمعراج وهي من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.